2020 بدأنا في مشوار الباغوت الاتحاد، بلشنا بها كلجنة والآن صرنا كاتحاد. سابقا كنت مدرب منتخب وطني والآن مدرب نادي السوق الشيوخ الرياضي. بدأنا بعدة ألعاب وحصلنا على مراكز عدة، حصلنا على متقدمين أول، وحصلنا على شباب أول، وحصلنا على براعم أول، وحصلنا على ناشئات مركز ثاني في الباغوت القتالي. ساعات التدريب ما يقارب 3 ساعات أو 4 ساعات أو ساعتين ونص، وحصة التدريب يعني إذا عدنا مثلا بطولات يصير تغيير بالجدول. استطاع فريق ناشئة سوق الشيوخ للباغوت من الفوز ببطولة العراق وحصولها على المركز الأول في لعبة الجمعة. هذه النتائج لم تأتي اعتباطا، وإنما هناك تدريب ومثابرة لهذه اللعبة والتي أسست عام 2019، واشترك نادي سوق الشيوخ في الهيئة التأسيسية لهذه اللعبة منذ 2020، وحقق النتائج في السنوات الثلاثة التي فاتت. وكان نادي سوق الشيوخ مشاركا أيضا في بطولة إيران وحاز على المرتبة الثانية، وكذلك تلقينا دعوة من الاتحاد التركي لأندية العالم في تركيا، لكن الضيق المالي أدى عدم مشاركتنا.